كان شهر أكتوبر شهر أبداً مو سهل بالنسبة لكل المستثمرين حوالين العالم من هونغ كونغ لنيويورك بسبب موجة من المخاوف من تباطؤ النمو والحروب التجارية وارتفاع أسعار الفوائد اللي شهدتها أسواق الأسهم. ناسداك كانت من الأسهم المتضررة، كتير من المستثمرين اتخلوا عن أسهمهم في أمازون ونتفليكس اللي خسر كل واحد فيهم حوالي خمس قيمته. بالنسبة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 خسر تقريباً 7% خلال شهر أكتوبر، وهو أسوأ شهر له من سبتمبر 2011. أما مؤشر داو جونز خسر 1300 نقطة أو 5% هذا الشهر، وهاي الخسارات ما صارت من يناير 2016، وهاي الخسارات أثرت على الأسواق الخارجية واللي كانت برضو تأثرت وتراجعت بسبب ضعف النمو الاقتصادي والمخاوف المحيطة بالتجارة والسياسة. المحللين خايفين تكون هاي بداية النهاية لأكثر سوق صاعد في التاريخ الأمريكي، وأشاروا أنه حينعكس على ارتفاع كبير لأسعار الفايدة خصوصاً في أسواق العقارات والسيارات. أشارت التوقعات أنه الشهر الجاي حيكون أكثر حيوية لأسواق الأسهم حوالين العالم مع استمرار الاتجاه الهبوطي لشهر نوفمبر. كل الأنظار عم تتوجه على البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وعلى توقعاته الاقتصادية للسنة الجاي. بريكزيت برضو حيكون مؤشر مهم لازم ناخده بعين الاعتبار.